طلاب الدفعة 23 خضنا الامتحانين الشفوي والتحريري تفوقنا بنجاح، ومع ذلك تم استبدالنا بطلاب متدني في الدرجات. من هنا بدأت رحلة استعادة مستقبلهم التعليمي، لكن دون جدوى حتى اللحظة. طلاب المعهد العالي للقضاء في عدن يشكون من استبعاد معهد القضاء لهم، ولسان حالهم ما تقوله اللافتات هنا أنهم متفوقون لكن ليس لديهم وساطات لقبولهم. رغم نجاحهم بالامتحانات التنافسية التي استمرت لشهرين، إلا أن طلاب الدفعة 23 تفاجأوا بأن مقاعد المعهد العالي للقضاء تقاسمها أبناء القضاة وأبناء الهيئة التدريسية للمعهد وأصدقاء وأقارب وجيران قيادات السلطة القضائية، بحسب بيان مناشدات الطلاب لرئيس الجمهورية. لقد بعث الطلاب رسائل مناشدة لجهات كثيرة، منها للرئيس هادي والدكتور علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى. الإشكالية تكمن في البداية أنه تم إقصاء الكفاءات والأوائل والمستحقين من الالتحاق في بقية إجراءة القبول في المعهد، وإدخال غير المستحقين من المتدنيين بالدرجات الضعيفة والراسبين، فتظلمنا ووقفنا وقفات احتجاجية سابقة، واستجاب مجلس القضاء إلى تظلمنا وخصص لنا 70 مقعدا لاستيعابنا، ولكن تم الالتفاف على هذا القرار وتم تكرار الخطأ السابق وبصورة أكبر وأشد من سابقتها، حيث لم يتم استيعاب أحد من المتظلمين ولا نعرف من أين جاءوا ببقية من تم استيعابهم في ذلك العدد. لا تختلف شكوى طلاب المعهد في عدن عن الشكاوى ذاتها التي قدمها طلاب المعهد بصنعاء قبيل انتقاله للعاصمة المؤقتة بقرار مجلس القضاء الأعلى في سبتمبر 2018. فكما يقول متابعون، إن معهد القضاء العالي يخضع لمحاصصة تتجاوز الجغرافية والمؤهلات، رغم التوجيهات المعلنة والمؤكدة على ضرورة استيعاب المعهد للطلاب المتقدمين من كافة المحافظات، إلا أن المعهد ذهب كالعادة باتجاه آخر. تستمر المطالبات لأكثر من 5 أشهر لفتح ملفات الناجحين لمعرفة حجم التجاوزات التي حصلت وإيقاف التجريف الممنهج لقوائم نتائج امتحانات القبول التي أعلن عنها في حينه، مستغلين انفجار الأوضاع في عدن التي شكلت فرصة لإعلان الأسماء المقبولة دون إقرار مجلس القضاء أو أي إجراءات قانونية.